أخذت معه السجل أحدهما إني أراني أعصي خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله إلا نبأ
قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب من فضل الله علينا وعلى الناس وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله Bapak Ibu Majelis Hakim serta hadirin pecinta Al-Quran yang mulia. Demikian penampilan Qari'ah Teki 0225. Selanjutnya
kami panggil Kori. Nomor peserta TQ 0212.